قول لي حبيبي، انت بقالك كام سنة بتشتغل بتبيع الأسوس في الشارع؟ سنتين. ايه؟ سنتين. سنتين؟ انت اصلا بتروح مدرسة؟ طب في سنة كام؟ رايح تالتة اعدادي ان شاء الله. في تالتة اعدادي. طب ونفسك تطلع ايه لما تكبر بقى؟ هو الصراحة عندي اتنين، ممكن دكتور او ضابط ان شاء الله. نفسك تطلع دكتور او ضابط؟ ما نفسكش تطلع وكيل نيابة، قاضي، الحاجات الحلوة دي؟ اللي يجيبه ربنا بعد ما نكبر كويس. بتكسبك شغلانة تعلق اللصوص دي؟ الحمد لله. يعني تقريبا في اليوم بتعمل كام كده؟ يعني على حسب شغل الجو. تقريبا، مش عايز ارقام دقيقة بس. ها؟ تقريبا 150. تمام، زي كده. الله، ربنا يوفقك. المهم انت مبسوط؟ الحمد لله. في اي حاجة مزعلك؟